البنات وولده والمروكي هذا. ساعي كذبني وساعي يخزر لي، لأن الحديث اللي حكاه لي كل قلت له، وأنا ما زدتش عليه كلمة لأن حرام حتى قدام ربي. أنا شفته هو أختي يعنتس ويقول لا وما ثماش وما ريتش، وقتك يقولوا الله أكبر الله أكبر، ثبتوا حق الطفل الله أكبر. خديت أنا الله أكبر وجيته. هذه حكاية المغرب إيش بدالي في الأخر. كرجع هو باش يمشي للطفل كي كلمني، يكلم في مرته، قال لي نكلم في صاحبي مروكي. فهمتي؟ قال لي نكلم في صاحبي مروكي، وهو ديجا كي معايا في السجن يبات يحلم في الليل، هات الشكارة هات السكين هات الشكارة. جيت نفيق فيها هنا، قلت له يا عم جيلاني راهي ما تجيش. قال لي شنو؟ قلت له لك في الليل تحلم برشا، ثم واحد من ديجا من تستور يرقد بحذاه، عمل له مشكله بالعاني على اساس باش ينقله معاش يرقد بحذاه، خاطر هذايا كي جيلاني كي بات يحلم التستور هذايا يفيق ويقعد يخزر له. قلت له يفيق ويبقى يخزر لك، عمل له مشكله نقل، يحب يجيبني انا بحذاه. انا الشاحت قال لي يجي يجي، ما حبيتش نمشي انا في الليل. ثم ناس تغمز فيه قالوا لي بعد ودي يحكي وحده ودي يعبش مهبول ولا عبش حاجه، جنبته بعد عليه. كيما غدوه خدامه ويخرج هو جاني، قال لي اش بيك ما تجيش بحذايا ترقد بحذايا؟ قلت له علاه؟ قال لي موكب ما كي نحلم انا تقول تهمزني انت باش نفيق لها. ما حبيتش، قلت له يا اخي علاش مازالني غدوه بعد غدوه مروح علاش نرقد بحذاك انت ولا غيرك؟ كان عندي فرشي نصلي على النبي. خبي انت عندك بيت وتيل وانا ماني كل في الحبس. قال لي لا ماك باش تفيقني كيما حبيتش انا نرقد بحذايا، ما عادش يرقد في الليل ولا خدامه يخرج وهو يرقد في النهار. وخليته هكاك وخرجت يا خيتي. لا المغربي لا حكالي، المغربي حكالي حكالي كي قال لي هو كلمت المروكي وقال لي مادام صيا وصلوا واعمل اللي اختار بالك، معنا مش يقتل ولا شنو حكايتها يعلم بها مربي. لا مش بديش عليها المالية، أنا وقتك قلت له كيفاش فيها مروكي هذه فيها مالية، تغشش علي قال لي فيها مالية 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 مالية، يمكن كي قال لي هو مالية مالية يمكن يغش فيا ولا يعلم بها رب. مروكي هذا تونسي راهو دجا هي عطى أقوال كيفاش قال له هو لينا نحن، قال لنا تلقوا ولدكم بعد خمس أيام على مسافة 17 كيلومتر. وظهرت الحكاية صحيحة. كي أنا سألت هذا المروكي التونسي هذا قلت له كي تعرف الحكاية هذه شو قلت لنا مرة لو على ما شيش قلت لنا راه واش تلقوه؟ قال لي ولدي راني نشوف أنا هكاك. قال بما فيهم مرة بنتي أنا عدت الباب وداخلة بعضها مازالت النتيجة حكاية ساعة. قلت لها راني شفتك أنا نجحتي وفعلا قال لك جات النتيجة هي نجحت. جيت قلت له كي طلعت حكيت بنتك وحكيت خمسة أيام و17 كيلومتر يطلعنا المجرم شكون اللي عمل العملة هذه؟ تكوانسة على هذيك تو موقف. ما حكاليش على مالية ولا هذايا واش حكالي؟ لا يا خويتي نزيد ما نزيدش حكاهم لي حكيتهم لك نزيد كان صلات على النبي. والله والله يبين الحقيقة هكا مروكو جيبو الجيلان يا ولد. انا ما ريتوش كان النهار اللي جا الشاهد هذا ما نعرفوش ولد جيراني ما نعرفوش بالكل. زاد كان ريتو كان في المحكم. شنو الشيء اللي باش يلزم يكذب الراجل هذا؟ لا يسكن قريب بحذان قريب 200 كيلومتر في نبزه خارج نبزه وبعثوا ربي هكاك باش يظهر حقك الملاك هذاك. ومش هو وحده راه الشاهد، جا واحد اخر شاهد اسمه فارس يعيطوا له بسكوله ولا شنو. قال راهو صحيح يحلم في الليل وهكا يبعدوا عليه الطفل اسكت يا زين البكاء نحو عليه الساشي يخرجوه من الماء. قال لي هرني بعثت عندي برشا مشاكل مع سيدي هو اخو المراه وهو راهو وقتها مازال مش معرس. من بعد يقول لي خطيبتي ويقول لي مرتي، هي ما هي مش مرته، مرته صحيح طيجه معه اللي يعلم بها ربي كيفاش. قال لي خويا راني بعثت المراه تاعي تجي في الطفل هاي وهزيته هذا في وحده في الاول. قال لي راني هزيت من بعد العلت بليس رجعته. زاد بتيجي مع اخرى كلمت خو مرتي في الاول مش معاها اخت مرتي مش بدهاش، لكن في المره الثانيه كيفاش يهزوش بدل لي اخت مرته. قال لي راني بعد اخت مرتي جابت لي سكينه حطيتها قدام في غرفه الدبور وبعثت المره نتاع على اساس هي تسكن معاه، تسكن مع الطفل الصغير هذا المره نتاعه ومزات ما عرفت شي معاه. قال لي جابت لي طفل. قال لي وحبيت نحجزو هو فهمتي ما كانش يتوقع باش يقول له. قال لي باش نحجزو على اساس نلقى حل مع نسيبي انا باش يعطيه الطفله ولا كيفاش حكايته والعلم عند ربي. قلت له كيف هذه من بعد حجزته؟ قال لي لا راهي المراه نتاعي تسرعت
قال لي المرأة نتاعي تسرعت بليدة. قلت له كيفاه؟ قال لي راني أنا كهزته في الكهرباء معايا أخت مرتها مرة المرأة نتاعي وأختها. قال لي كهبطنا عندي ضيعة، عندي ضيعة شخارج ماطر على طريق جومي وغزالة. قال لي كهزته غاديك، قال لي المرأة نتاعي أخت مرتي راكبة بجنبي والمرأة نتاعي راكبة في المنتال. الباب اللي راكبة بحب جنبي ما يتحلش، يتحل من برا. قال لي كوقفت انا في الضيعه نتاعي حطيتها في الماء، قال لي تحل المراه نتاعي الباب من تالي لورايا. حلت الباب ودارت دارت هزت، والاخرى تحل في البلار على اساس باش تحل الباب من جنبها خاطر يتحل من برا. هبطت اختها قبل، هزت سكينه من قدام وعطاته دغرتي، سبقها هو من غادي ودزها، دز مرته بسكينتها بكلها. قال عليها كيك على نلقيوها حلح، ليش تعمل كيك؟ ليش نورمال حتى الطرف ديما تصيح تعيط تشدها كريزة، ماهيش عادية حتى الطرف، ماهيش عادية ديما ساعة لساعة نتفاجئ ونحن نقولوا شبه يعني هكا تصيح 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 ليلي تدوخ. علاش احنا اقرب الناس هو احنا يعني ديما ربيع عنا وما صحناش قاعدين نستنوا في صابرين ونستنوا. هي مش نورمال تحسها دخلت بعضها، حتى كي سمعت بربيع مات في الليل كي جات مخر الدنيا، ليل جات الدنيا ظلمة هي وامها. أما واحد ولده يموت تجي الدنيا ليل، بالرغم اللي ما ثلاثة يعني سمعوا ولا أقل من ما ثلاثة، جات الدنيا ليل. حتى ليها الزوج جيلاني باش هي جات، يمكن يعني كان ما خرج جيلاني من البطيمة ما غادي هي ما تجيش، نجم تجي غدوة نهار نهار الدفينة. ماهيش حتى كي جات ماهيش نورمال يعني تسيح وتعيط وتقول ما تفهمنيش هكا ما تفهمنيش هكا. ايه خرجوها هداخة، خرجوها سوى السبيطار التاكسي زادا كيف كيف ما تفهمنيش ما تفهمنيش. شنو تفهمتو؟ علاش تفهمتو؟ فما حاجة تفهمتو عليها؟ قدام انتي طاقتي وحدك هكاك. مشي قال لي مشي جبت الوفصمات وليت انا هو نداوي فيها ورجلو في امور وطنطورة و طفل صغير تصوروا انا حتى كي تعمل له هكاكه ولا يسيح يا عمتي يا عمتي تحسها هي. هاي قال لي بقي غاديك قرابه النهارين ثلاثه حاجه كيما هكا. قال لي بعثت المراه نتاعها على اساس باش تلقاش حل. مشات للام الطفل وابو الطفل خاطر دارها ما لقيتهمش غاديك، لقيتهم مشاو لحنا بعض، مشاو لحنا بعض على اساس باش يعملوا البرنامج تاع مسامح كاري. هاي قال لي راهي طلبتها، قلت لها ارجعي يجي هو ولدك لهنا ارجعي. قلت لها لا ارجعي، كان ترجعي نعطيك الطفل. ارجع ولدك يرجع هكا باستحقاق يعني تهدد فيها. قلت لها هو معك منير، جهز عليها منير قصة طلبها طلبوا فتحي. قال له علاش ما ترجعش؟ ارجع انت. قال له انا وصلت هكا الدار قدامك اعمل فيها اللي تحب. المرأة تسرعت برشا ما حبيتش تدخل الكلام، دخلت المسامح كاري حطت لي في راسها ودخلت. وقت اللي خرجت المراه قال لي ري مرتي ما حبش تروح قاعده غاديك تستنى فيها، وانا هزيت كهربتي على اساس هابط لتونس، شديت طريق تونس وخرجت. وصلت المراه وام الطفل قبل ما نوصل لتونس، وصلت لدارها شدت مرته وعلمت وقالت له هاي جات ام الطفل وراي متسرع ومشات اشكات وهذه. تكلم في رجلها بالسرقه في التليفون. قال لي في الدور تبع البلاصه ما كملتش ما رحت لتونس. قال لي رجعت. قلت له رجعت شنو؟ قال لي رجعتها كلمت المراه نتاعي هزيت مرتي ومشيت له. قال لي ما خليتش فيه حتى اماره اللي تدل اللي هو انثى ولا ذكر، مش حتى باش تدل اللي هو ميت. ديما عنده مشاكل على مع اخته يعني على هذايا على جيلاني وكا، وديما يهددوا في سلعه الشتاء. هكا جات سلعه الشتاء وخملها نفذ اللي في بخه. يقول له انا يهدد اخوه يعني وقت القهوه يقول له والله انا اخوك تعبني لما نتعبه في حياته. ايه استحقاق يعني مش يهددوا يهددوا في صلاة الشتاء. جات صلاة الشتاء كان الطفل مش موجود. هي ديما ناكره ما كان الرجل اللي مربوط معاها وحكى له هو حكي له هو حكي له بطبيعه باش هي كي تتفكر الاعدام وتتفكر طول طون بطبيعه باش تنكر. هذا هو اللي متقبلته هي هكا ولا هكا بطبيعه باش تنكر. كنا شاكينا فيها يعني.
هكا يعني معناها ما فماش دليل.